أهلا بكم. ظل الصعيد المصري منذ سنوات بعيدة نسيا منسيا، حتى كان الموظف داخل الحكومة المصرية قبل ثورة يوليو وبعد ثورة يوليو عندما يخطئ وتتم مجازاته يعمل فيه ايه؟ يروح نقلينه الصعيد. طب انتوا كده بتعاقبوا اهل الصعيد مش بتعاقبوا الموظف. عشان كده ظل الصعيد طاردا لاهله وناسه، وتلاقي عدد كبير من اهالينا واخواتنا في الصعيد بينزحوا الى العاصمة القاهرة الكبرى. لكن لما تلاقي نفسك امام رئيس دولة وامام حكومة تهتم عن حق بالصعيد فعليك ان توجه لها التحية. هي مسؤولة عن ده لكن من يعمل عملا حسنا عليك ان تقول له شكرا. النهاردة انا تابعت على الهواء حفل مجموعة من الافتتاحات اللي السيد الرئيس قام بيها، افتتاحات طرق وكباري ومحاور، افتتاحات لخطوط نقل، لقطارات، لشبكات طرق، لازدواج طرق. حجم المنفق في الصعيد ضخم جدا، دخلنا في 1.6 تريليون جنيه، رقم كبير بلا شك، 1600 مليار. لما جه السيد المهندس كامل الوزير وزير النقل يقول الكلام ده، الرئيس السيسي قال له لا، ده رئيس الوزراء جنبي بيميل عليا وبيقول لي حجم الانفاق 6.2 تريليون، يعني 6200 مليار. لكن ال 6200 دي بتنفق على كل المشروعات القومية. نشوف الجزء ده. الفريق كامل اتكلم على مشروعات وزارة النقل، اتكلم على مشروعات وزارة النقل، ولم يتكلم على كافة المشروعات اللي بتعملها الدولة، سواء كان بتعملها هيئة المجتمعات أو بتعملها الهندسية في أماكن أخرى، مش كده يا كامل؟ أي فندم. إن اللي إحنا بنتكلم فيه ده ده الصعيد بس، وحتى ال 1.6 تريليون اللي بيتكلم عليهم كامل ده للنقل بس. لكن في أيضا نقل، يعني مثال يعني أبو قير فيها أرصفة جديدة تمام حوالي 6-7 كيلو تمام بعمق لغاية 22 متر، وده مش موجود في الجمهورية قبل كده. لكن احنا اللي ذكروا الفريق كامل النهاردة هي المشروعات اللي خاصة بوزارة النقل. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا في حجم اخر تمام لم يذكر هنا، وانا مش هقول له كان المفروض يقولهم، لا مش هقول لك كده لا ابدا، خلينا زي ما احنا كده. لكن بقول اللي بيسمعنا حجم العمل اللي بيتم في مصر في كافة القطاعات زي ما انتوا شفتوا كده. النهاردة الفريق كامل بيتكلم في 1.6 تريليون، يعني 1600 مليار جنيه. واحنا كنا بنتكلم الدكتور شاكر جمميني لو سألته هيتكلم تقريبا في الرقم دوت. الدكتور مصطفى بيقول لي الكتاب اللي انت مضيت عليه ده مكتوب عليه 6.2 تريليون جنيه، يعني 6000 مليار و200 مليار، 6200 مليار جنيه. طب ده اللي احنا ولسه ايه ولسه شغالين، ولسه ان شاء الله هنشتغل اكتر من كده ان شاء الله. ما الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومه هو اللي عمال يتابع ويسجل ويتسال كل الارقام في دماغه، بيقول ليه الرئيس السيسي لا دول هم 6200 مليار جنيه، حجم ما تم انفاقه على اجمالي المشروعات القوميه خلال ال7 سنوات الماضيه. لكن سيد رئيس الجمهوريه النهارده كان بيتكلم على لقطه كده، بيقول لك وزاره الداخليه كل فتره او كل يومين والتاني تقبض على مصانع، مش مصانع يعني حاجات هامشيه، اقتصاد موازي، اقتصاد سري، ينشا في اي منطقه، ياخد كهرباء بشكل غير شرعي. الرئيس سيسي النهارده كان بيخاطب السيد وزير الداخليه، ثم خاطب اصحاب هؤلاء المصانع، بيقول لهم ايه؟ ما تيجوا نقنن الوضع، يعني ما تروحوا تقننوا اوضاعكم، والدوله مش هتاخد منكم فلوس ولا رسوم، بس تنتقل الى اقتصاد رسمي، مش اقتصاد كل شويه يتم مطاردتك. طب حتى الست اللي عامله فرشه وبتبيع بيض والكلام ده، هل المحافظه هنا تقدر تدي لها كشك وتقنن اوضاعها؟
مقتنع بكلام السيد رئيس الجمهورية، بس هنا لازم أذهب للمحليات، لازم المحليات تسهل لأصحاب هذه المشروعات، وأغلبها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. لما أنا أجي لك عامل فرش والحي بيطاردني ولا الاسم بيطاردني، ظبط لي الفرشة بتاعتي، مصنع تحت بير السلم، يعني ما احنا عارفين الكلام ده. لما أجي لك ما تقعدش بقى خلاص، رئيس الجمهورية اداني الأمان، قال لي قنن مش هنقرب منك لأن الدولة مش هدفها القبض عليك، بس توفر لي بقى حاجتي. ولما أجي لك توفر لي مكان، ما تقعدش بقى تشترط عليا اشتراطات وهات كام ألف، ده هي الليلة ممشية نفسها بالعافية. لكن لو احنا دخلنا هذا الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، الاقتصاد المصري هينمو ويكبر. نشوف اللقطة دي اللي الرئيس السيسي قال فيها هذا الكلام للسيد وزير الداخلية ولأصحاب المصانع اللي بتسمى اعتباطا اقتصاد موازي أو مصانع تحت بير السلم. الكلام اللي انا هقوله غريب قوي 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 دكتور مصطفى، غريب جدا. انا كل يومين ابص الاقي ايه، او مش كل يومين، ده كل يوم الاقي وزاره الداخليه ماسكه مصانع بتسموها مصانع ايه؟ بيسموها مصانع بدون تراخيص. فانا كان بيتعمل لهم قضيه مش كده؟ بالظبط يا فندم. معرفش اللي اقوله ده غريب ولا مناسب ولا لا. فانا قلت وقلت لك يا دكتور نيفين كده، وقلت للرقابه الاداريه كده، يا جماعه دي ناس حاولت تشتغل حتى لو كان طريقه العمل بتاعتها دكتور مصطفى مش يعني مش مظبوطه يعني. طب انا ما هخليه مظبوط، يعني القضيه بتتعمل عشان هو مخالف، طب ما انا اشرع عنه، اقنن الوضع، اعمل له بقى، اروح واخده ده على طول اقول تعالى حاضر احنا انا اسف يعني مسكناك غلط، تعالى نعمل الصح. يبقى ان احنا تسبق هذه المشروعات بالشرعيه ده امر مطلوب، يعني الناس ما تبقاش قاعده خايفه من البوكس اللي جاي ولا من الحي، بس رجائي ان احنا يبقى عندنا تسهيل لهؤلاء الناس. الرئيس السيسي النهارده من اجمل ما قاله وتوقفت امامه، دكتورة نيفين جامع بتعرض المجمعات الصناعيه اللي تمد ليها المرافق وسهلت فيها الاجراءات، وبتفتخر انها عملت الكلام ده نفذته. الرئيس السيسي قال جمله مهمه جدا، مش عارف هل كافه الاجهزه التنفيذيه التفتت ليها ولا لا. قال ايه؟ قال إقامة هذه المجمعات الصناعية ودخلنا لها المرافق مش معناها إن هذه المجمعات دخلت الخدمة أبدا، وقعد يضرب أمثلة زي اللي حصل في مدينة الأساس في دمياط، ما اتعملت مدينة الأساس، بس طلع إن الخامات اللي بيحتاجها الناس بتوع الموبيليا ما اتعملتش جوه المدينة. بيقول نستفيد إحنا من الخطأ ونعالجه تاني. واحد، رأس الدولة يعترف أن كان هناك خطأ تنفيذيا. اتنين، بيقول لك ولا يدلس عليك، بيقولها لك بشكل واضح، المجمعات دي مش معنى أن احنا ببناها أنها اشتغلت، ده احنا بندعو الشباب أنهم يروحوا، وتكلفتها 10 مليار جنيه، ممكن نتساهل تساهلا كبيرا في كل فيما يتعلق بالقيمة المادية الإيجارية أو التمليك بتاعتها. تعالوا ناخد اللقطة دي واروح للكاتب الصحفي أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. مساء الخير أستاذ عماد. مساء الخير يا أستاذ محمد. أعلم أن حضرتك من قرية التمساحية مركز القوصية محافظة أسيوط، ودي إحدى المحافظات الرئيسية في الصعيد. في مقدمة حلقتي ذكرت أن الصعيد ظل على مدار عشرات سنوات من السنوات كان طارداً ومنفى لموظفي الحكومة المخطئين. النهاردة السيد رئيس الجمهورية والدولة بأكملها حاكم ورئيس سلطة تنفيذية بيعلنوا عن افتتاحات عددا من المجمعات الصناعية، طرق، كباري، قطارات، الكلام ده. تعليقك كمواطن صعيدي قبل أن تكون صحفيا كبيرا. أولا تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين، وكل سنة والجميع بخير،
النقطة الجوهرية كمواطن أنا بدأت يعني ألمس الفرق، لأن أنا بسافر لأهلي في أسيوط بصفة منتظمة على الأقل يعني 3 مرات 4 في السنة وأحيانا أكثر، فبشوف حالة الطرق، الحكم على الحالة بشوفها في الطريق، في الخدمات، في الكلمات الناس. فبالتالي في الفترة الأخيرة الوضع اختلف تماما للأمانة والموضوعية. الوضع إزاي يا أستاذ عماد اختلف؟ اختلف بمعنى أستاذ محمد أن أنا الدولة عملت الطريق الصحراوي الشرقي والغربي طرق ممتازة اتعملوا أيام مبارك، لكن للأسف الشديد سوء الخدمة وسوء الرقابة وسوء المتابعة، أنك أنت تسيب المقطورات، لم نكن قادرين حتى الآن أن احنا نخلي المقطورات تمشي بالحمولة بتاعتها، فأنت بتعمل يعني مليارات استثمارات ثم تأتي المقطورة بوزنها تقيل جدا تدمر الطريق ده وتشرفاته فيبقى رحلة عذاب. الدولة خدت على عاتقها من حوالي الفترة اللي فاتت بدأت تعمل تطوير للطريقين دول، الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي. النهارده السيد الرئيس افتتح الوصلة الرئيسية من تطوير الصحراوي الغربي بطول حوالي 250 كيلومتر من القاهرة للمنيا. ده معناه يا استاذ محمد معناه ان كل المواطن اللي هو بيركب بيسافر للصعيد وده عدد كبير جدا هيحس بالفرق، هيبقى رحلة آدمية. الطريق بي زي طريق القاهرة اسكندرية، حارة للمصفحة للنقل، حارة مختلفة، حارات كبيرة للملاكي، وبالتالي أنا كمواطن بدأت أشعر الفرق. أنا لسه كنت في القرية بتاعتي من حوالي يعني شهر تقريبا لما والدي توفى، فلا لمست الفرق كبير جدا في النقل. ده موضوع مهم، النقل ده قصة نجاح حقيقية تحسب للحكومة المصرية. الحاجة الثانية وهو التحدي الرئيسي مع النقل، المحاور اللي على النيل، الطريق الصحراوي الشرقي برضه بيتم تطويره دلوقتي، بحيث المحاور اللي فتحت النهارده منها محور في بني سويف ومحور في طمالوط. ايه المعنى بتاع المحور ده يا استاذ محمد؟ معناه انك انت بتيجي من اقصى الشرق، يعني الطريق الرئيسي التاريخي في مصر هو الطريق الزراعي التقليدي اللي هو مبني من زمان جدا من القاهره، يبدا من المنيب لحد اسوان. دلوقتي هذا الطريق لا تستعمله الا التكاتك والميكروباصات الداخليه، لكن الناس اللي بتسافر سفر طويل اما الصحراوي الشرقي او الغربي. فانا عندي على الصحراوي الشرقي بينه وما بين الزراعي حوالي مثلا 50 كيلو، ثم ما بين الزراعي والصحراوي الغربي حوالي 30 كيلو في المتوسط. فكل المنطقه دي لما عملت الطريق بيه مناطق بتزرع او بيبقى فيها مصانع، ودي النقطه المهمه جدا. لما انت بتبني طريق بتعمل استثمار مهم جدا وتدفعه للناس، فاختصر الوقت خلى احساس الناس. هل هذه الخدمه شعر بها المواطن في طبعاً الصعيد؟ نعم طبعا، يعني اي حد، ما هي دي النقطه. ناس كتير بيقول لك ليه الناس ما بيشعروش، لا الناس بيشعروا بما يلمسوه. نمره اثنين ودي النقطه المهمه، التحدي المهم، انت بدات بالبنيه التحتيه، انت لا تستطيع انك تعمل تصنيع او زراعه او تعليم او صحه الا ما يكون عندك بنيه تحتيه، خصوصا الطرق والميه والكهرباء. انت وفرت الحاجات دي دلوقتي. التحدي الرئيسي هو الصناعه ثم الصناعه ثم الصناعه، تطوير الصناعه، القطاع الصناعي والزراعي. النهارده شفنا السيد الرئيس وفي انا بيفتتح مجمعات صناعيه كثيره جدا، يعني معناها ان انا هيبقى عندي مصانع بتوفر ايدي، بتوفر فرص عمل للناس، مفيش بطاله او البطاله بتقل، وبقدر اما انا اغطي حاجه السوق المحلي او اصدر اذا كان ذلك فائضا. وبالتالي النقطتين دول لما انا اقدر اوصل الى تحقيق نهضه حقيقيه في الانتاج الصناعي والزراعي، هكون بدات ان انا في اللحظه دي اقول لا والله ما فيش حد هيقدر، هيبقى الصعيد مش بيئه طارده، لا الصعيد هيبقى مختلف تماما، لانه الناس هتبتدي هتلاقي فرصه عمل. النقطه الثانيه وهي اللي اتكلم عنها السيد الرئيس في اسيوط، فكره انه تغيير ثقافه الناس بحيث ان هي تبني وتعيش وتقيم في القرى او المدن الجديده الصحراويه، مش الشريط الضيق الزراعي. ودي طبعا مرتبطه بقصه اكبر وقصه في غايه الاهميه المتعلقه ب الكثافه والزياده السكانيه اللي هي حوالي 2.5%. لكن دعني استاذ محمد النهارده النقطه الجوهريه اظن اتكلم فيها الرئيس هي بدل ما اخواننا ان يبقى الفكره ان احنا نطارد المتعثرين من المصنعين، لا احنا نقدر نساعدهم عشان نقيل عثرتهم ويبتدوا. دي نقطه في غايه الاهميه، لانه فكره الاستثمار انت بتفترض الاصل في الناس هو الامانه وانه عايز يشتغل وعايز يكسب. اظن ما فيش حد مستثمر بيبني مصنع عشان يخسر او عشان يقفله،
فبالتالي كل ما ساعدته كل ما يكون ده افضل. وانا اظن شفت حاجه زي كده في قطاع البنوك البنك المركزي كان عاملها مع الحكومه، ان انت كيف تساعد الناس على الخروج من التعثر، مش ان انا بمسكه وبحبسه وبطرده دون ان يعني ذلك بطبيعه الحال التساهل في حقوق الدوله وحقوق البنوك. اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق. اروح للنائبه المحترمه هاله ابو السعد وكيل لجنه المشروعات بالبرلمان. مساء الخير سياده النائب. مساء الخير استاذ محمد وكل مشاهدينك الكرام، اهلا بحضرتك وكل سنه وانتم طيبين جميعا، يا رب سنه سعيده علينا ان شاء الله. حضرتك وكيل لجنه المشروعات بالبرلمان، يعني كنت عايز اسال حضرتك ازاي نعيد تقنين بشكل بسيط لاهالينا البسيطه اللي بتعمل مشروعات صناعيه زراعيه خدميه خارج منظومه الاقتصاد الرسمي. السيد الرئيس النهارده بيدعوها لتقنين وضعها، بس دول ناس يعني طول عمرهم بره حسابات الحكومه، مش الحكومه مش عايزه تساعدهم، يعني ما بيش عايزين يقربوا من الحكومه، مش عايزين يدخلوا الدوائر الحكوميه، مش عايزين يعملوا حساب في البنك، خايفين يطلعوا بطاقه ضريبيه، يعني ناس غاويه الظل. ازاي حضرتك تقدري تنقليهم بقراراتك كدوله وحكومه وبرلمان الى انهم يبقوا تحت الشمس؟ اسمح لي ان انا اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، ان الرئيس النهارده في الحقيقه بهذا التصريح وهذه الملاحظه حاسس بنبض الشارع بامانه، حاسس بفعلا الاقتصاد الغير رسمي بشكل قوي جدا، لان الناس دي ما فيش حد هيصنع استاذ محمد من غير ما يبقى عايز ياخد تخفيض، من غير ما يبقى عايز يبقى قانوني، من غير ما يبقى عايز يمشي على الثمن بنود الاساسيه منهم الحمايه المدنيه والبيئه والرخص الصناعيه المختلفه وهيئه التنميه الصناعيه. في الحقيقه القوانين مكحفه للغايه. نعم. لغايه ما بقى في حاجه مهمه جدا انا بتمنى ان الاعلام يضع عليها رؤيه جديده. الا وهي؟ يضع لها الا وهي قانون 152 لسنه 2020. والقانون ده خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. القانون أصدر فيه باب كامل، الباب السادس للاقتصاد الغير رسمي. القانون ده تم اعتماد اللائحة التنفيذية، خروج اللائحة التنفيذية مجلس الوزراء في شهر 4 الماضي. وأعطى القانون في المادة 72 جزء مهم جدا، هي سنة كاملة لتوفيق أوضاع الاقتصاد الغير رسمي. يعني شهر 4 اللي جاي السنه دي هتخلص. يعني في مشكله بتقابل المشروعات الصغيره بشكل كبير، ان الرئيس يقول الكلام ده في التوقيت ده انا بعتقده انه قبله الحياه لهذه المشروعات، وان الرئيس حاسس بالناس ونبض الشارع في الارض، الناس دي عايزه توفق اوضاعها باي شكل. احنا في اللجنه في الحقيقه كنا بنعمل دايما لقاءات مع المحافظات ومع وزاره التنميه. خلينا اتوقف بس سياده النائبه، الناس عايزه فعلا؟ طبعا الناس عايزه فعلا. طب ما عملتش ليه؟ طب مين؟ لسببين مهمين، اولا في مجموعه كبيره جدا من الناس موجوده في مباني غير مرخصه. قدروا ان هم يدفعوا يعملوا تقنين الاوضاع ويدفعوا 25% من المباني مع قانون المباني الجديد. احنا طلبنا من اللجنة وطلبت من وزير التنمية المحلية ان هو يستثني هذه المشروعات ويتم اعطائهم نموذج 10 على طول مباشرة، لان فعلا ويقنن اوضاع هذه المباني، لان المباني دي الناس دي بتنتج وبتشغل عمالة وبتطلع منتج مصري على مستوى رائع وجودة عالية جدا. يعني عايز اقول لحضرتك مثلا لما بنبص نلاقي ورش انتاج اكثر من 200-300 ورشه في قريه او في مدينه في اطراف مدينه، ورش غير مضره للبيئه، بتنتج بتشغل عماله في المدينه دي بشكل كبير، ومع ذلك هي في اماكن غير مرخص لها المباني. فقانون 152 اعطى نص صريح ان هو ممكن يستثني من هذه التراخيص بند واحد من هذه التراخيص. وزير التنميه المحليه للاسف ما طلعش البيان الكامل او ما طلعش كتاب دوري بهذا، ان هو يتم استثناء هذا البند من الترخيص. احنا قلنا اقترحنا على وزاره التنميه المحليه
ان هي يتم استثناء هذا والا يكون ده على الاراضي الزراعيه عشان ما نقننش اوضاع ناس على اراضي زراعيه قد تكون في الاخر. طيب ما انا النهارده يا سياده النائبه ما قاله السيد رئيس الجمهوريه اكيد هيبقى توجيه للساده المحافظين يعني هو في بحيث بحيث يحدث تسريع في التقنين. يعني في الحقيقة ده كان طلب من اللجنة ان وزير التنمية المحلية ما أن شهور في الحقيقة ان وزير التنمية المحلية يصدر قرار وكتاب دوري للمحافظين بهذا، واحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نشوف المحافظات وايه العراقيل اللي موجودة فيها ونحاول نطبق القانون. وفي الحقيقة حضراتكم كإعلام ومنبر حضرتك فعلا عليه دور ودور قوي ان الناس لازم تعرف. صحيح. لازم يبقى عندها الوعي الكامل ان في قانون الان خصها فورا. انت بتروح بتقول انا عندي مشروع بقاله 6 سنين شغال، انا عايز اقنن وضعه واخد شهاده تصنيف من جهاز تنميه المشروعات الصغيره. حضرتك المصنع او المنتج ملوش او الحرفي ملوش اي علاقه خالص بالمحليات، بيتوجه مباشره بناء على قانون 152 لسنه 2020 مباشره الى جهاز تنمية المشروعات اللي موجودة عنده في المحافظة. وفي الحقيقة جهاز تنمية المشروعات بيحاول بقدر الإمكان إن هو يذلل أي صعوبات ويديله شهادة تصنيف فورا. كمان يا أستاذ محمد ده في حاجة مهمة جدا لازم الناس تعرفها بإيجاز سريع. إن في بعض الضرائب الإقرار الضريبي لبعض الناس لما بيجي يقدم إقرار ضريبي أو إن هو يقدر يعمله تقدير جزافي للضريبة ويقول له تعالى ادفع ضريبة، ده أنت غير رسمي فتعالى ادفع ضريبة. لأن السادة المشاهدين لازم برضو يبقوا معانا في الصورة إن إحنا الاقتصاد الغير رسمي هو المقصود به إن حد معاه بطاقة ضريبية وسجل تجاري ما عندهوش سجل صناعي، ده حتى الآن هو غير رسمي، أو إنه عنده سجل تجاري أو بطاقة ضريبية ما عندهوش التاني مش قادر يطلع، أو مش قادر ياخد تراخيص البيئة وتراخيص مختلفة أو الحماية المدنية. فبالتالي انت فرصة وباب لكل الشباب وكل العاملين في مجال الصناعة والحرف ان هم يتوجهوا فورا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة في المحافظة التابع ليها ويقدم على شهادة تصنيف، هو هيساعده وحيساعده. خليني اشكرك سيادة النائبة هلا ابو السعد وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، وربما ينبغي ان يكون للمصرف عندي حلقة قادمة تناقش هذه القضية، لأن الدولة المصرية على مدار سنوات بعيدة تتمنى دائما أن يتحرك جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. لكن تعالوا ونتكلم على يعني مفارقة. النهاردة السيد رئيس الجمهورية كان بيتكلم على يا مهندس كامل، هو بيقول له طبعا يا كامل، أنا طبعا مع حفظ الألقاب بينه وبين مهندس كامل الوزير، فبيقول له يا كامل انت قلت لي بقى الكباري دي تكلفتها كام؟ 2 مليار يا ريس. مين اللي هينفذها؟ القطاع الخاص، قطاع المقاولات. قال له هو الحاج سعيد هنا؟ انا عن نفسي اول مره اعرف اسم الحاج سعيد. توقفت امام الاتي: واحد، هي وصلت لمرحله ان رئيس الجمهوريه، تعرف يعني ايه رئيس الجمهوريه؟ عارف يعني مشغول بإيه؟ يبقى عارف اسم أحد حتى ولو كان كبار المقاولين اللي بينفذوا كوبري، حتى لو كان تكلفته مش 2 مليار 10 مليار. خلي بال، وسأل كمان على المهندس هاني تدرس. الله، ده الرئيس السيسي حافظ أسماء كبار المقاولين. النهارده طبعا على الهوا بيفصل معاه على الهوا، بيقول له بقول لك إيه، تعمل له كوبري وكمان سنة أديك ثمنه ل 2 مليار أو الواحد مليار. الراجل سكت، لأن ده معناه لو التزم هيبقى التزام أمام رئيس الجمهورية، فمعناه هيمول التكلفة كاملة من جيبه وهيصبر عليها سنة. ده لو التكلفة بتاعت الاتنين مليار 75% مليار ونص ومكسبه 500 مليون، ده على فرض ممكن يكون أقل. طب ما لو دفع المليار ونص من جيبه لو حطهم في البنك هياخد عليهم 150 مليون لو تأخروا سنة يعني. فالرئيس السيسي قال له طالما سكت يبقى كده ايه، هيبقى فيها احراج. طب اديك 25%. هتيجي تقول لي بس ده قسوه. في اخر بقى الافتتاح النهارده الرئيس السيسي قال ما الناس دي اشتغلت وكسبت مننا كتير،
عارف لما يبقى معاك حد شغال بيعمل لك مقاولة ما مرة والتانية والتالتة والرابعة، قول له بقى الخمسة أنا مزنوق في الكاش، شيلها من معاك وهدفع لك. تعالوا نشوف الفيديو. تسمح لي أتدخل في اللي أنت عاملينه ده؟ تحت أمرك فندم. أتدخل؟ بص يا كامل، تحت أمرك. معرفش يا إيهاب وأنتوا الكلام ده لو تدققوا أو تشوف مع الفريق كامل، لو أنا النهاردة عملت كده يا كامل أنا كده هخش على أراضي زراعية، إذا كنت أنا فاهم. اللي احنا فن ما بنعملش اي طريق ولا محور في الارض الزراعيه الا محاور النيل فقط، لان احنا مضطرين ليه. طب الحاضر، ما انا بقول اهو. طيب الطريق ده اللي هو وسط سوهاج ديت، تمام يا فندم. معرفش، ما هي ليها الطريق اهو، وممكن ده كوبري موجود. ايوه يا فندم. مش كده؟ ايوه فندم. طب انت عايز تبقى ده بينه وبينه قد ايه؟ ده سيادتك هيبقى هنا المسافه دي يا فندم كلها 20 40 كيلو، هيبقى سيادتك فوق 25 وتحت 15. طيب نرجع برضو لتحت ده. دار السلام يا فندم ده مركز بينمو بشكل كبير جدا جدا، وفي مناطق صناعيه سيادتك شرق وغرب، بالاضافه الى برضو منطقه دشنه دي هيبقى. طب هنا في كوبري يا كامل مش كده؟ ايوه يا فندم، مالي يا فندم في كوبري. طيب انا بس يعني عايز اقول ايه، يعني احنا فندم مش هنتوقف، يعني احنا بس انا بقول لحضرتك ان احنا بنهايه الخطه 24 دي احنا لن نتوقف، لان طبعا في مطالب كبيره جدا من الساده المحافظين والساده النواب. انا بترجمها لحضرتك بقول لحضرتك ان احنا بعد 24 لن نتوقف عن انشاء محاور ان شاء الله، ده احنا هننشي جديد وهنرفع كفاءه محاور اللي قائمه دلوقتي. احنا عندنا سلك محاور قائمه دلوقتي مثلا في دندره في هنا، ويراجعوني محور معمول حاره وحاره طبعا من ساعه كامل. تحت امرك. دلوقتي الثلاثه دول يكلفوا كام؟ بالاسعار الجديده فعلا بيتكلفوا ما بين يعني لو قلنا سيادتك الواحد ما بين 2.5 ل 3 مليار، دلوقتي سيادتك ممكن يتكلفوا حوالي 9 مليار. ها دكتور مصطفى كده ان شاء الله هيبقى اقل من كده. حاضر كامل انت ان شاء الله هيبقى 7.5 يا فندم. لا يا راجل 2.5 وهنضغط شويه. سبعه ايه؟ طب بقول لك على حاجه، اللي سيادتك تؤمر بيه والمقاولين اللي بيشتغلوا معانا سامعين الكلام ده؟ موجودين كلهم يا فندم. موجودين معانا؟ ايوه يا فندم، كلهم، كل اللي شغال في المحاور. الحاج سعيد موجود؟ موجود يا فندم. الحاج سعيد بقول لك ايه، تشتغل في دشنا ده وتخلصه خلال سنه؟ يا فندم لا انا بتكلم صحيح عشان مش عايز اخلصه يا فندم. طب تاخد الفلوس بعد سنه؟ حاج سعيد ايوه ما هدي لك فلوس كوبري المنيب بقى، خدها اصرفها هنا. ها احرجتك؟ لا مش عايز احرجك، مش عايز احرجك. طب اديك جزء يعني. ماشي تعليماتك يا فندم، اوامر يا فندم. اوامر ايه؟ لسيادتك تؤمر بيه. اوامر ما تدفعش. طب اسمع يا حاج سعيد. اؤمر يا فندم. هياخد 25 لغايه لما تسلمه لنا. تمام يا فندم. ماشي كده؟ تمام يا فندم. بس على طول. حاضر يا فندم. ماشي اهاب؟ تمام يا فندم. ماشي تمام. طيب مين تاني موجود؟ شركة السلام يا فندم خلصت محور اوصل لسيادتك هتشرفه النهارده. مين؟ شركة السلام المهندس هاني تدرس. ها الباشمهندس هاني. تعليمات يا فندم. تعليمات ايه؟ انا مستني التعليمات يا فندم. طب تخش تعمل الكوبري بتاع دار السلام؟ ان شاء الله يا فندم. طيب هتاخد 25 لما تخلص تاخد الباقي. تمام يا فندم. ماشي كده؟ تعليمات يا فندم. طيب التالت. النيل العام للطرق الكبار يا فندم. اهلا. هشغل شركتي يا فندم يعني اطلع منها. طب موافق يا كامل على 25%؟ ايوه يا فندم. طب خلاص. يبقى نبدا فيهم يا دكتور مصطفى الثلاثه دول، بحيث ان احنا يبقى كده خلصنا خطتنا خالص. حاضر. انا طبعا بشكر، انا عايز اوريكم ان الناس اللي شغاله معانا مع الدوله ناس جدعان قوي. انتوا عارفين يعني ايه لما اقول للكوبري ثمنه مثلا مليار ولا اتنين تاخد 25% وتخلصه؟ يعني رقم كبير قوي اللي بيتاجل ده. فانا بشكرهم يعني، شكرا جزيلا. شكرا. الكلام ده يتعلق بشخص غائب. هل الرساله وصلت له؟ وصلت لي وفهمتها. نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل كلامنا على افتتاحات السيد الرئيس النهاردة، وهنعرض أجزاء أخرى. قبل ما أختم وأطلع فاصل خلينا ناخد هذا الاتصال التليفوني من الحاج سعيد اللي كان النهاردة نجم الحفل.
مساء الفل يا حاج سعيد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. زي حضرتك. قول لي، انا بصراحه قلت لما الرئيس هيقول لك تعمل الكوبري ب 2 مليار ومش هندي لك ولا جنيه وتيجي بعد سنه تقبض الفلوس، قلت يا نهار ابيض، طب الراجل ده هيقول ايه لحاج سعيد؟ هيمول مثلا 1.5 مليار من جيبه؟ يعني انت حسيت بايه بقى؟ والله عايز اقول لك حاجه، يعني الواحد لو يقدر يعمل اكتر بكده هيعمل والله ثلاثه. يعني بس انت في الاخر تاجر ومستثمر ورجل اعمال وبزنس مان. لا احنا لا لا لا, لا, لا كل الكلام، احنا بنحب بلدنا وعايزين نخدم باي شكل. لا ولا تاجر، واحنا بنحب بلدنا وعايزين نخدم بلدنا باي شكل. يعني في العمليه مش عمليه فلوس ولا عمليه. انت حضرتك بتعمل في المشروعات القوميه الكبرى دي منذ كم سنه؟ انا بدات من 83. 83. حجم اعمالك اجمالي هيساوي كم مليار في السبع سنوات الاخيره؟ احنا في السبع سنين دول 15 مليار. عملت ب 15 مليار. عندك عماله قد ايه؟ 6000 واحد. 6000 واحد في شركتك؟ ما شاء الله. دي عماله منتظمه يا حاج سعيد؟ منتظمه ومؤقته. منتظمه 6000. ما فيش حد قلنا له يمشي. الحمد لله بيخلص المشروع بيخش المشروع. مكسبك يا حاج سعيد كام؟ 30% ولا 40%؟ نعم، مكسب 30%. مكسبك كام في المية؟ لا الكلام مش في مصر. بهزر معاك طبعا، انا مش في الضرايب، انا مالي. لا انا اعلم انها اقل من كده بكتير. اعلم انها اقل. عايز اقول لك حاجه، لا انا اعلم يا حاج سعيد انها اقل من كده. احنا الحمد لله ربنا مغطيها، مش نقبض الناس ونشتغل ونعمل مشاريع ونفرح بلدنا ونساعد في بلدنا، ده مش عندنا. والمكسب دي بقى جه 5%، جه 3%، جه 4%. اعلم اعلم ان هذه هي المكاسب. اعلم اعلم يعني خلي بالك. لكن قول انت النهارده، بص الاسعار بقت اسعار موحده، قايمه موحده. طب انت هتعمل ايه مع العمال بقى؟ هتوفر لهم وجبات من جيبك؟ هنوفر لهم طبعا، المسافه بعيده بنوفر لهم. لازم توفر لهم وجبات طبعا. احنا عاملين كوبري في توشكا. توشكا، شوف توشكا دي، ده اللي السيد الرئيس قال بعد يومين هنروح نفتتح. يعني ده 1200 كيلو. نعم. احنا الحمد لله وخلصناه، يعني مين في جبه في اخر الدنيا في ال... طب قول لحاج سعيد بصراحه، وانا قاعد بتفرج النهارده، ان يتذكر اسمك وزير النقل طبيعي لانه شغال معاك للنهار وممكن تروح تقول له عندك مشكله. السيد رئيس الوزراء لانه وزير النقل كل يوم يقول لرئيس الوزراء انا عندي مشكله مع الحاج سعيد عايزين كم مليار. بس رئيس الجمهوريه عارف اسمك منين؟ عارف شغلنا يا فندم. الرئيس بيعد على كل المشاريع، بيعد عليها. يعني عد علينا في الجلاء، كوبري الجلاء، وطلع فوق الكوبري واحنا بنعمله. كوبريين اللي في جردينيا، اللي عند جردينيا اللي في السويس اللي قبل المطار. جالنا هناك. فبالتالي بيتعامل معاك وعارف اسمك النهارده. الحمد لله، يعني الحمد لله عارف من شغلنا. ال 25% تغطي جزء من التكلفه يعني، ولا انت كده هتمول من معاك؟ بص هتغطي وربنا بيسهلها، يعني باذن الله ربنا هيسهلها وهنخلص وهنوفق وعدينا مع الرئيس، وان شاء الله نخلص السنه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق لك يا حاج سعيد. انت وال 6000 عامل، لانهم 6000 بيت مصري في 5 اشخاص، يعني 30000 نسمه النهارده. خد بالك لاول مره القطاع الخاص احنا عندنا شغل الحمد لله بفضل الله كلنا، مش انا بس. تعرف بتقول لي 15 مليار في السبع سنين اللي فاتوا. قدام الرئيس، قدام الرئيس كان 16 شركه دوله كانوا قاعدين قدام منه في الحفله بتاع النهارده. 16 شركه قطاع خاص كلهم واخدين شغل، كلهم واخدين شغل، اللي واخد طريق واللي واخد كوبري واللي واخد واللي واخد، وكلهم شغالين. يعني بنخلص المشروع بيجي مشروع تاني، خلص المشروع، خلص المشروع يجي مشروع تاني. والحمد لله النهارده العماله، يعني كان زمان تبص تلاقي الميادين العمال قاعده، لو دخلت بعربيه تلاقي 100 واحد ركبوا فيه. النهارده بقى شيء المنظر ما بقاش موجود. صحيح، عمال التراحيل مش موجوده في ميادين القاهره الكبرى مثلا. يا بيه احنا كنا نعدي عشان تاخد واحد تلاقي 100 واحد بيركبوا معاك. صحيح، يعني منظر كان يصعب على الواحد. النهارده ما فيش الكلام ده كله. ولله الحمد يا اخ، ولله الحمد على نعمه العمل. وبياخدوا مرتبات كويسه، خلي بالك. ولله الحمد على نعمه العمل. يعني 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 كوبري ما بيخلص، يعني كوبري زي النيل ده كان بيقعد 8 سنين،
النهارده بياخد سنتين. العام اللي بيضاعف اليوميه بتاعته يعني ممكن اجي اشتغل معاك وناخد كوبري من الباطل كده. شرفت يا فندم. الله يخليك. تسلم لي يا حاج سعيد بالتوفيق. واروح ليه الاستاذ هاني تدرس رئيس احدى شركات المقاولات. استاذ هاني مساء الفل. مساء الخير يا محمد بيه. ازي صحتك؟ زي حضرتك. سعيد ان انا شفتك النهارده. بس نفس السؤال عاوز اعرف السيد رئيس الجمهوريه عارف اسمك منين؟ ويعني مع كامل احترام لحضرتك يعني بس ده اسم حضرتك مفروض بيتردد عند الوزاره المعنيه وزاره النقل عند السيد رئيس الوزراء عند وزير الماليه عشان مستخلصاتك او رئيس الهيئه الهندسيه. احنا لازم نعرف ان احنا عندنا رئيس بيتابع متابعه دقيقه جدا لكل امور اللي تتعلق بالدوله ومشروعات الدوله. فاكيد هو بيتابع المشروعات عارف اسمنا يعني مشروعاتنا اللي بنشتغلها سواء مع الهيئه الهندسيه سواء مع وزاره النقل سواء مع جهاز التعمير. يعني هي كده حاجه زي كده ان شاء الله. انت حضرتك هتعمل مشروع ايه بقى اللي السيد الرئيس كلفك بيه النهارده؟ والله احنا الحمد لله النهارده كان شرفنا بافتتاح سياده الرئيس لمشروع محور قصن آده. نعم. محور قصن آده ده محور بيربط شرق النيل من الطريق الشرقي. نعم. الصحراوي الشرقي بالصحراوي الغربي مرورا بقى سعادتك بالضلاع الشرقي اللي هو القاهره اسوان الضلاع الشرقي ثم ترعه الكلابيه ثم السكه الحديد ثم الضلاع الغربي لغايه لما بيوصل للصحراوي الشرقي ده طوله حوالي 20 كيلو. 20 كيلو استغرق وقت قد ايه مهندس ثاني؟ ده اتعمل يا فندم في سنتين الا شهرين بالظبط. سنتين. تكلفته كانت كام؟ تكلفته حوالي مليار و600 مليون. مليار و حجم العماله اللي بتعمل في شركه سيادتك قد ايه؟ احنا بعون الله عندنا 2200 عامل ومهندس فني واوبريتور سواقين. عماله مباشره وغير مباشره؟ لا دول كلهم عماله مباشره دايما. مباشره يعني حضرتك مسؤول عن 2200 اسره. الحمد لله ربنا اللي مسؤول عننا كلنا فن. طبعا 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 ربك هو الموزع الارزاق الاكبر يعني ايوه يا فندم. بالتوفيق مهندس هاني تدرس وان شاء الله حضرتك وبقيه الساده المقاولين تنجزوا وتشاركوا في هذه العمليات التنمويه الكبرى. هطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل بقيه موضوعات الليله. المصرية في عهد الرئيس السيسي حبت انها تنشئ عدد كبير من المدن الصناعية. في مدن سكنية كده وسياحية زي العالمين، سكنية زي اسيوط الجديدة، مجتمعات عمرانية جديدة. بس من المدن الصناعية زي مدينة الاساس في دمياط، زي مدينة الروبيكي. لكن كانت هناك ملاحظات عن هذه المدن. تعالوا نشوف الرئيس السيسي قال عليها ايه النهاردة. عندنا تجربة تانية والتجربة دي بتاعت مدينة الأساس. عملنا نفس الكلام لكن الإسهام بتاع أو تحرك الناس من دمياط لمدينة الأساس ما كانش بالسرعة اللي احنا عايزينها. طب في حاجة عندنا وفي حاجة عند الناس؟ في حاجة عندنا ان احنا كنا المفروض نوفر لهم شوية منشآت. المنشآت دي تبقى موجودة فيها أساسيات ومطالب الليه؟ الخشب والمسامير المستلزمات بتاعتهم. لما ما اتعملتش الراجل اللي هناك في داخل المدينة بينزل يجيب الحاجة على رجله يمشي. هناك هيروح يركب مواصلة مش هتقدر تعمل ده. فأنا بقولها ليه؟ إن احنا عملنا وصرفنا مليارات هناك.
طب احنا مصرين على النجاح مش عشان ننجح فكرتنا، لا. انا عايز اقول لكم على حاجة، حتى في المشاريع اللي انتم بتتكلموا عليها هنا بتاعت الاساس، المنتج المحلي منتج كويس قد يكون قوي، لكن انت محتاج تنافس بيه داخل مصر وخارج مصر. وبالتالي اذا ما كنتش يا مصنع تطور من نفسك، واحنا نساعدك يا دكتور، احنا نساعدك بالمدارس الفنية، بالمعارض الكويسة اللي احنا ممكن نقدمها، بان احنا لو انتم محتاجين تجيبوا ناس من برة تخش معانا في الأزواق اللي زي كده عشان نطور نفسينا، احنا مستعدين نعمل ده عشان الناس تشتغل. لازم تطور صناعتك دايما. ومن ضمن الكلام اللي قال الرئيس السيسي ان بقى في دلوقتي اشتراطات بيئية عالمية تتعلق بالصناعة. يعني انا كدولة اجنبية مش هشتري من مصنع ملوث للبيئة، لان في توجه عالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية. مثلا مؤتمر المناخ اللي عقد في جلاسكو في اسكتلندا السنة دي، والسيد رئيس الجمهورية حضره، وهيعقد في شرم الشيخ العام القادم بإذن الله. فإذا حتى وانت رايح تشتغل ما بقاش مجرد انتاج وخلاص، بقى في كود عالمي. يعني ده المعنى اللي الرئيس السيسي قال عليه. من الجمل بقى اللي في النص واللي البعض علق عليها، ان احد الحضور النهارده بيقول له يا ريس العمال وهي بتنتقل عايزينك تصرف لهم وجبات او فلوس، او قال لهم لا انا ما بديش فلوس ببلاش، ما بديش فلوس ببلاش. هل دي صوره تحمل درجه من يعني جمله انت مثلا البعض رفضها، مثلا ان رئيس الجمهوريه كان لازم يقول زي ما تعودنا قبل كده لا عينيا حاضر اديله يا فلان او كده؟ هو قال النهارده عشان يعبر عن توجه عنده، هو مش عاوز ابو بلاش، عاوز يدي ابو بلاش للي يحتاجه، اللي هو الدعم مثلا عايز ابعته للفقير للاكثر احتياجا. وقال النهارده انا مش عايز اديك سمكه لانك هتتعود على كده، انا عايز اديلك صناره تصطاد بيها السمك. ودي برضو وجهه نظر تحترم. لكن من ضمن النقاط اللي تستحق ايضا ان نتوقف امامها، الرئيس السيسي قال احنا بنعمل محاور جديده. فاي عربيه معديه كده الناس يقول لك الله الطريق بقى سهل قوي وحلو، وكمان بقى في خدمات، بقى في بنزينه، بقى في صيدليه. طب ما ناخد حته ارض كده انزل ابني عليها دورين عشوائيين. الرئيس السيسي لفت الانتباه لده، لان ياما هي الطرق الرئيسيه اللي انشاتها حكومات سابقه ولم تلتفت الى البناء العشوائي حواليها. فالرئيس السيسي النهارده حذر السلطات المعنيه وتحديدا المحافظين والمحليات بعدم البناء على المحاور اطراف المحاور، وقال دي مسؤوليه الجيش والشرطه. يعني ما ينفعش حتى تتحول بعد ذلك اذا ارادت الدوله إلى مجتمعات عمرانية متكاملة. تعال نشوف ما قاله السيد الرئيس. الطرق الجانبية دي هل هتبقى في حياة كريمة هتترصف ولا لا؟ اللي هي على جناب سيادتك الطرق دي يا فندم بالصدفة دول داخل أراضي زراعية، يعني داخل مجتمعات زراعية، فدي مش هتترصف، ولكن يا فندم ممكن نمهدها وممكن نسويها. أما الطرق سيادتك اللي بتحرك عليها الأهالي من القرية إلى القرية المجاورة أو من القرية إلى أراضيهم، ده بنرصفها. انا عارف بقولك كده ليه، لانك انت لو انا اسف اني اقول كده يعني ان بخاف ان الناس تتعدى تمام ويبنوا كده على المحاور ديت. دكتور انا ما اعرفش يعني ادرسوها كامل مع حاضر. شوفوا يعني النقطه الثانيه اللي انا كنت اديت توجيهها بكده سابق، ان قلت كل المحاور الجديده تبقى مسؤوليه الحفاظ على عدم البناء على اجناب هذه المحاور، حتى لو كانت ارضي بتاعت ناس مش هناخدها منهم تمام، بس هنمنع الانشاء على اجناب هذه المحاور بعمق كيلو. حرام الطرق. هتقول لي طب ما في ناس بانيه، اللي باني خلاص احنا لكن الوضع القائم ما يتغيرش. حاضر. تاني يعني حاضر. المسؤول عن ده القوات المسلحه وزاره الداخليه. تمام فندم. لا تستطيع باي صوره من الصور ان تختلف مع هذا الراي او هذا القرار الرسمي. يعني ما ينفعش تبقى عامل طرق ومحاور وبتخطط لمدن جديدة أو لعمران جديد الدولة هي اللي تخططه
وياتي بناء عشوائي. انا عارف ان البنى حصل على طريق على محور 26 يوليو كان سابق انشاء المحور، بس تكتشف وانت ماشي على المحور عشوائيات يمين وشمال، في عشوائيات على الطريق الدائري يمين وشمال، كم كبير من هذه العشوائيات اكيد. والدولة وانت كمواطن، لان دي من فلوسك، تم دفع تكلفة عالية لنقل اهالينا من المناطق غير الامنة، المناطق الخطرة، العشوائيات الخطرة، الى مناطق امنة. اكيد مش عايزين نكرر هذه التجربة المريرة يعني. لكن مثلا النهاردة كان في حديث ما بين مهندس كامل وزير امام السيد رئيس الجمهورية بيكلموا على الاتي، مثلا بيقول له في يناير القادم رفع اخر عربه قديمه من سكك حديد مصر، وبيقول ان اجمالي ما تجديد عربات بس السكك الحديديه مكلف له 19 مليار جنيه. طبعا شبكه الطرق بالمشروعات اللي جاريه في اللي تمت في سكك حديد مصر عاليه جدا. في 2013 عندما اعلن عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع انذاك ترشحه للرئاسه، التقى بعدد من الصحفيين والاعلاميين، وكان حديث بيتكلم على مثلا ده قبل تعويم الجنيه، قال ان تكلفه تجديد سكك حديد مصر عشان ترجع زي الاول اول ما بدات يعني، او بمعنى اصح تضاهي العصر الحديث ويرضى عنها الراكب، دي محتاجه 100 مليار جنيه. يعني باسعار النهارده بتتكلم في 300 مليار جنيه. وقال ده مشروع مكلف يعني تكلفته عاليه جدا. لكن النهارده انت امام رئيس جمهوريه وحكومه وسلطه تنفيذيه نفذت الوعد انهم طوروا سكك حديد مصر. واحنا رايحين الى مستوى بقى عندنا هيبقى عندنا قطار السريع، قطار فائق السرعه، قطار المونوريل. تعالوا نشوف ما قاله مهندس كامل وزير النهارده امام السيد رئيس الجمهوريه. ان شاء الله يا فندم سيادتك هتشرفنا في محطه اسوان ان شاء الله، هتشاركنا في فرحتنا ان شاء الله بهذا الحدث الكبير، ودي تبقى هديه سيادتك ان شاء الله للشعب المصري. ايه هي بقى سيادتك المفاجاه؟ ان هنحتفل برفع اخر عربيه من قديمه من على خطوط سكك الحديد بالكامل من محطه اسوان، وهيبقى عندنا كل العربيات جديده او مجدده اعتبارا من 1 يناير القادم ان شاء الله باذن الله. يا كامل تحت امرك يا فندم. هم ال 1300 عربيه وتجديد ال 1300 التانيين ب 19 مليار بس؟ سيادتك ال 1300 عربيه لوحدهم سيادتك بحوالي سيادتك مليار وشويه دولار، يعني تقريبا حوالي 16 مليار جنيه مصري، والتجديدات سيادتك اللي بتتم تقريبا حوالي 3 مليار، يعني حوالي ده سيادتك لعربيات الركاب فقط، لسه جاي سيادتك على عربيات نقل البضاعه وغيرها طبعا الجرات. فان شاء الله يا فندم باذن الله سيادتك تشرفنا محطة اسوان ان شاء الله، هتشاركنا فرحتنا بهذا الحدث الكبير، ودي هتبقى هديه سيادتك ان شاء الله يا فندم للشعب المصري من اسوان عاصمه الصعيد بمناسبه العام الميلادي الجديد. في مفهوم في السياسة اسمه الرضا العام، يعني مش الرضا فرد الرضا العام، احساس الناس راضية بحياتهم، يعني راضين الدنيا ماشية، ده مفهوم الرضا العام. انا اتمنى واقترح على السيد رئيس الوزراء المحترم دكتور مصطفى مدبولي، اتمنى لو يعمل استفتاء او يكلف احدى اللجان يعني احدى الشركات المتخصصه لاستطلاع مفهوم الرضا العام عن المواطن. هل انت راضي بشكل عام يا مواطن مثلا؟ هل في خدمات حقيقيه انت شايفها مستك فانت ابتديت تقول انا بشكر الحكومه؟ يعني مثلا ادي لك مثال، احدى السيدات الفضليات بتسكن احدى المراكز الصغيره حوالين القاهره، فاليومين اللي فات حصلوا مطر، الست دي بتحكي يعني لاحدى اقاربي بتعمل معهم في البيت بتساعدهم يعني في ترتيب امور البيت، ان عندها في المنطقه اللي عايشه فيها كانت حاره غير مرصوفه، فكان لما المطر بينزل الدنيا تتلعبك وتبوظ
وما عرفوش يخرجوا من بيته. فبتقول لك الحكومة جت عملت لنا انترلوك اللي هو البلاط السداسي، يا ريت يا شباب تعرضوا الصورة. وكانت الصور حتى ملونة ومتداخلة، يعني شكلها جميل. فبتقول كمان ده معمول من مادة امتصت مياه الأمطار، فخلتنا غير الشكل المبهج بتاعها اللي بقى لونها كانت عاملينه وردي في أبيض كده، دخل علينا البهجة، وفي نفس الوقت حسسنا ان احنا أدميين عايشين. والمطر السنة دي لما نزل ما غرقناه زي كل سنة. شوف حاجة بسيطة جدا لكنها فرحت مواطنين. ده اهو البلاطة المعروض، وده الصورة من داخل الحارة اللي هي ساكنة فيها اهي. انا جايب لك صورة من داخل الحارة اللي هي ساكنة فيها اهي. دي كانت حارة مش متسفلتة، كلها طين وتراب، المطر ينزل الدنيا تبوظ، باين حتى من شكل ابواب البيوت يعني. شوف انا بحكي لك هنا وبحكي للحكومه ايضا ان حاجات بسيطه جدا تقدري تعمليها تعمل حاله من حالات الرضا العام. ما بقولكيش ما بتعمليش، بس انا بقولك حتى الناس ملتفته لحاجات بسيطه ممكن تعدي. النهارده الغاز في مبادره حياه كريمه دخل عدد من المراكز والقرى، ماشي. الناس دي بعضها كان بيعاني معاناة شديدة في ملو أنبوبة البوتاجاز، الأنبوبة يعني، ولازم أنبوبة للسخان وأنبوبة البوتاجاز، ولازم أنبوبتين ستيب علشان ما يقعدش يجري ويلف. افرض في الجو الشتاء ده المية الأنبوبة فضيت وانت بتستحم، افرض الجو بالليل وانت عايز تعمل كوباية شاي والأنبوبة فضيت، حاجة يعني غم يعني، هتنزل تجري تدور ولا تخبط على باب جارك، يا فلان سلفني انبوبه، يقول لك بس تجيبها لي الصبح موجوده. حصل النهارده ايه؟ ان دخل الغاز، فانا كمواطن حسيت بقيمه الغاز اللي دخل، ما بقتش محتاج او شايل هم انبوبه البوتاجاز، مش شايل همها يعني، مش شايل همها خالص يعني. وبالتالي احنا عايزين نقول ان للحكومة ان في حاجات بسيطة جدا، حاجات بسيطة تعملها الحكومة وتحقق الرضا العام. وممكن نحكي فيها في حلقات قادمة زي اصحاب المعاشات مثلا، موقطع كبير قوي، ممكن نعمل فيها حاجة مثلا زي اخونا الكاتب الصحفي استاذ ايهاب البدوي كاتب بوست النهاردة بيقول للحكومة يعني لو اهتميتي باصحاب المعاشات عملنا لهم خدمات طيبه. هو في قانون صادر للمسنين يعني بيحدد سن المسن ب 65 يديله بعض المزايا، بس انا بتكلم على اصحاب المعاشات في الوقت الحالي، لو قدرنا نقدم لهم بعض اللبسات البسيطه مش هتكلف الحكومه كتير وسط اجمالي مصاريفها، بس ده بيخلق الرضا العام. عايز الحكومة تهتم بصناعة الرضا العام، تسأل كده ايه القرار اللي عمله ويعمل لي حالة رضا عام. انا بهدي للحكومة الصورة بتاعت الانترلوك، يعني الناس فرحانة، اهل القرية والمركز فرحانين وبيشيروا الصور، حاجات بسيطة. الراجل فرحان ان الغاز دخله، السنة اللي فاتت الحكومة، السنة دي الحكومة دخلت الغاز لمليون وتلتمائة الف بيت. لو الحكومة بقى عايزة تعرف تعمل الاستفتاء اللي أنا بقول لها عليه. النهاردة السيد الرئيس تفقد وهو في محافظة إنا، تفقد قرية المراجدة عشان يتابع مشروعه الأعظم والأكبر مثلما قال مشروع حياة كريم. نشوف هذا التقرير التفصيلي ونطلع بعده فاصل. أنا عايز أقول لأهلنا في الصعيد، إحنا باللي بنعمله هنا بنحاول نخلي الدولة كلها على نسق واحد بكل القطاعات، اللي هيكمل ده حياة كريمة. ارتاح في مشروعات التنمية المحلية هنا بنسبة تجهيز 100% من مجمع الخدمات ومجمع خدمات الزراعة. تمام يا فندم، عميد أركان حرب أحمد رضا محمد رئيس الشعبة الهندسية للمنطقة الغربية العسكرية. تم تكليف الشعبة يا فندم ب
بالإشراف على مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة هنا. بيشتغل معنا يا فندم 75 شركة وطنية، 5 منهم يا فندم قطاع أعمال و70 قطاع خاص، وتم الاعتماد طبقا لتوجيهات سيادتك يا فندم على الشركات من أبناء محافظة هنا بإجمالي أعمالها يا فندم 14,000 فني وعامل ومهندس. المشروعات يا فندم اللي الهيئة الهندسية بتشرف عليها عدد 722 مشروع في 9 قطاعات يا فندم: الصرف الصحي، المياه، الصحة، الشباب والرياضة، المجمعات الزراعية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، الكهرباء، الطرق. في بعض مشروعات فندم بتنفذها الوزارات المعنية، وطبقا للخطة الزمنية فندم اللي تم التنسيق فيها مع جميع الوزارات المعنية انتهاء المرحلة بالكامل مشروعاتها فندم 30/6/2022. مبنى مجمع خدمات المواطنين، تاريخ البدء 1/8/2021، نسبة التنفيذ 100%. خالد أبو لطف موثق عام مؤسسة حياة كريمة. أستاذ حضرتك فندم، أعرض على سيادتك ما تم قبل إنشاء مجمع الخدمات. كنا سيادتك فندم الأول بنقعد مع المواطنين ونعمل حوارات مجتمعية ونعرف إيه هي الحاجات اللي هم محتاجينها من خدمات. وهنا كمان فندم معانا مدير المركز التكنولوجي الأستاذ طارق، هيشرح فندم لسيادتك ومن أبناء مركز الوقف قرية المراجدة خط السير داخل مجمع الخدمات فندم. طارق جبريل مصطفى من أهالي من أبناء مركز الوقف. حضرتك شرفتنا وشرفت محافظة هنا بالكامل وشرفت قرية المراجدة. طيب متعبين في اللحمة؟ أولا يا فندم متعبين مطلع للجبهة من هناك؟ مدخل يا فندم موافق. ولازم أول محمد سعد إبراهيم الضابط المشرف على تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية بقرية المراجدة ضمن مبادرة حياة كريمة. تم إنشاء المبنى فندم لخدمة 4 قرية زائد 59 تابع لإجمالي 55,710 نسمة يا فندم. زي ما حضرتك عارف يمكن احنا المركز قايم على النشاط الزراعي بشكل كبير جدا، فده بيهدف ان شاء الله بيهدف اخرين هنا. المركز هنا بيتكون من مراجدة جوم وقريه يزيد الحبوب والعبد وقريه الجلامينه. يمكن النشاط الاغلب والتفكير الاقتصادي اللي بيحصل في الفلاح ده هيخدم بشكل كبير جدا بيساعد تشغيل مجمع الخدمات الزراعيه. طيب المركز ده من ضمن المشاهدين ولا هو لسه؟ في إطار يا فندم توجيهات سيادتك الاهتمام بمحور بناء الإنسان في المشروع القومي حياة كريمة، حرصنا مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع العديد من الجهات على إنشاء المكاتب الثقافية. مبادرة المكتبات الثقافية يا فندم بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومعانا يا فندم باشمهندس محمد صديق مسؤول عن الجانب الإنشائي هيشرح لحضرتك. محمد صديق مسؤول عن الجانب الإنشائي. ده النموذج اللي كانت فندم بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبين وزارة الثقافة. المساعة اللي قدرنا احنا نعمل مكان أوسع. احنا مستهدفين إن شاء الله الفترة الجاية فندم إن احنا ننفذ 150 فرع في 20 محافظة جاية عشان حتى نأهل شبابنا وأطفالنا فندم بالمعرفة اللازمة ومعرفة الوعي اللي موجودة يا فندم. النهارده يا فندم بنتشرف بزياره سيادتك لوحده صحه الاسره بالمراجده، احد مشروعات مبادره سيادتك حياه كريمه. الوحده دي سيادتك بتخدم 11,000 نسمه من اهالي المراجده. احنا هنا وحده طب الاسره بالمراجده واللي تم رفع كفائتها مؤخرا ضمن مبادره معاليك حياه كريمه. الوحدة بتقدم خدمات الرعاية الأولية لأهالينا في المراجدة. لو اتحركنا من هنا معاليك هتقابلنا غرفة الإسعافات الأولية. لو اتحركنا من هنا يا فندم هننتقل إلى الصيدلية، وهنا معاليك يتم صرف الأدوية للألبان للأطفال. سامح عبد الرحيم محمد مؤسسة حياة كريمة. زي ما حضرتك شفت يا فندم تم رفع كفاءة الوحدة الصحية اللي بتخدم حوالي 11,000 نسمة. نقطة الإسعاف اللي تم اختيار موقعها عشان الحوادث اللي بتحصل على الطريق الصحراوي الغربي وعدد الوفيات بيزيد، فتم اختيار النقطة دي بالذات عشان نقلل عدد الوفيات اللي بتحصل لأهلنا في المرضى. وزي ما تعودنا من حضرتك إن تم تسليم المشروع قبل الميعاد المحدد ليه يا فندم. خالد يوسف عبد الله مدير اسعاف نموذج محافظه هنا. طبعا هو جراج يتكون من سيارتين اسعاف، سيارتين جداد وفيهم اجهزه لكل علاج حالات كل الطوارئ والاصابات، من اول متوفر فيها الاكسجين زائد جهاز الضغط والسماعه وقياس السكر، وكمان يتضمن المكان
غرفة استراحة للخدمات المعاونة المؤدية من المسافين والسواقين مجهزة ليهم كوسيلة للإعاشة، طبعا فيها مكان كبير يا فندم. تسقط بالتقادم، إن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل. عاوز تعرف حجم تأثير كورونا أو المتحور الجديد أوميكرون على العالم؟ تعرفه من الخبر اللي هقوله لك حالا. شركات الطيران في العالم ألغت 4500 رحلة مفروض يعني يتم إقلاعهم نهاية هذا الأسبوع بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس إلى آخره. 4500 رحلة، ربع هذه الرحلات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. طب إيه اللي حاصل؟ يجي يقول لك الراكب من دول، طب أنا عليا بإيه؟ أنا لسه لازم أجيب شهادة البي سي آر وأشوف متحور كورونا واتحبس في المطار وتفتيش والكلام ده، وأي مكان هنتقله في أي دولة في العالم هيعملوا معايا اللي ما يتعمل. طب بقول لك إيه، نوفر الإرشينات ونقعد في البيت بكرامتنا. 4500 رحلة، خسائر غير مسبوقة لقطاع الطيران في العالم. حصل طبعا قبل كده أول ما بدأت كورونا، لكن العالم بيتغير تغير كبير بسبب كورونا والمتحور الجديد. لكن من أمريكا الربع أو 1200 رحلة طيران تم إلغائها بسبب متحور كورونا إلى نادي ليفربول. ابننا كابتن محمد صلاح مش عارف حالته النفسية إيه النهاردة، هيلاقيها منين ولا منين؟ يعني فقد الكرة الذهبية الأفريقية لأن تم تأجيل الحفل عشان كورونا العام الماضي، تم إلغاءه اليومين اللي فاتوا. النهاردة محمد صلاح لم يحظى، أو باللغة العربية لم يحظ يعني بأن يكون كابتن الفريق، حتى رقم 6 لم يحصل عليه. إيه الكلام ده؟ الكلام أن نادي ليفربول دايما فيه 4 لاعبين يحملوا شارة الكابتن، يبقوا كباتن. الأول فلان، التاني فلان، التالت فلان، الرابع فلان. ففي لاعب رقم 1 تم بيعه والاستغناء عنه من ليفربول العام الماضي. فبقى دلوقتي شارة الكابتن محتاجة لاعب رابع. يورجن كلوب قال لا، أنا هرفع، يبقى عندي 6 لعيبة بالترتيب بالأقدمية اللي يحملوا شارة الكابتن. لكن انا مش هختارهم، اللعيبه بتوع نادي ليفربول يصوتوا، يختاروا من الاول للسادس. تم التصويت، محمد صلاح خرج من التصويت ولم يحتل اي مرتبه من الست لاعبين، وبالتالي ابننا محمد صلاح لن يحمل شاره كابتن نادي ليفربول. خلي بالك، محمد صلاح بيحمل شاره كابتن منتخب مصر، لكن على الأرض هتلاقي عمرو السولية ومحمد الشناوي حارس المرمى هما اللي بيديروا اللعيبة وبيحتووهم. يعني هنا ده بيطرح سؤال، هو لو أنا لاعب نجم أصلح للقيادة؟ يعني هل كل نجم يصلح أنه يبقى قائد؟ يعني مش شرط بالمناسبة، يعني دي قناعتي، ممكن تبقى موهوب لكن ما تبقاش إداري ناجح مثلا، ممكن تبقى صحفي ممتاز بس تتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة صحفية صعب تهوي بها، ممكن تبقى إعلامي متميز بس تتولى رئاسة مجلس إدارة شبكة قنوات فضائية ممكن يعني توقعها. فعايزين هنا نفصل ما بين النجومية ليك كلاعب وما بين ان انت تبقى يعني إداري ناجح، يعني دايما نفصل. يعني طبعا أنا بتكلم على ابننا محمد صلاح
بدافع عواطف، يعني العواطف الجياشة، ابن بلدي وعايزه هو اللي يبقى كابتن فريق ليفربول وكابتن منتخب مصر يعني. وحزنت اكتر لما الاتحاد الافريقي اجل او الغى بمعنى ادق يعني المسابقة اللي بتتعلق من هو اللي هيفوز بالكرة الذهبية الافريقية عن هذا العام عام 21، كان مفروض انها راحة مباشرة لابننا محمد صلاح، لانه بيقدم موسم يعني موسم رياضي غير مسبوق بالنسبة له، نضج بشكل كبير، لكن يعني الدنيا لن تعطيك كل شيء. ومن ليفربول الى وزارة التربية والتعليم التي اعلنت اليوم الرسوم الدراسية اللي هيدفعها طلاب الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية والدبلومات الفنية لأداء الامتحانات اخر العام. حابب اقول لكم الرسوم، رسوم الشهادة الاعدادية 158 جنيه، رسوم امتحان الثانوية العامة للمرة الاولى والثانية 210 جنيه، للمرة الثالثة والرابعة 410 جنيه، رسوم امتحانات الدبلومة الفنية بنظام 3 سنوات او 5 سنوات، المرة الاولى والثانية والثالثة 208، المرة الرابعة 308، رسم امتحان المواد القومية سداد رسوم 1500 جنيه عن كل مادة، رسم امتحان منازل ثانوي عام صف اول وثاني 300 جنيه، رسم امتحان عمال تعليم فني صف اول وثاني 400 جنيه. هنا يسمح لي السيد وزير التربية والتعليم بإبداء ملاحظة. وأنا ولي أمر وعندي تلميذ في المرحلة الإعدادية وتلميذ في المرحلة الثانوية، وأنا مفروض أدفع لي قرابة 450 جنيه أو 400 جنيه، وأنا مرتبي 2000 جنيه أو 2500 جنيه. أولا هذه الرسوم تتعلق بالمدارس الحكومية، ما بتكلمش على مدارس خاصة، مدارس خاصة يدفعوا رسوم زي ما هم عايزين كده كده، بيدفعوا رسوم دراسية قد كده. لكن معنى ان ولادي في مدرسة حكومية ان انا عاجز ماليا ولا استطيع ان انا ادخلهم مدارس خاصة، يبقى ظروف المادية لا تسمح. طب مين اللي ولادهم هيدخلوا مدارس حكومية؟ ابناء الطبقة الوسطى وما دونها، ابناء العاملين في الحكومة، العاملين في القطاع الخاص، اللي الريس بيجاهد عشان يخلي بداية يعني الحد الأدنى بتاعهم 2400 جنيه. طب أنا لما يبقى مرتبي 2400 وعندي تلميذين زي دول يعني، طب ما ناخد النهاردة من كلام رئيس السيسي بيقول المصانع المجمعات الصناعية اللي اتعملت النهاردة في الصعيد تكلفتها 10 مليار جنيه، أنا يهمني ولادنا يروحوا يشتغلوا، أنا عملت الأرض ورفقتها وخلصت العدادات والأوراق وبنيت، يعني علشان ابننا اللي عايز يشتغل وياخد مصنع صغير يبدأ يشتغل، وبيقول مش فارق معايا العشرة مليار وهنخفضها زي ما احنا عايزين على ولادنا، بس المهم نبدأ. طيب ما هو ده كده يعني يتنافى السادة الوزراء والسادة المسؤولين، ده مش حلو. هقول لك ليه. اجمالي الطلبة بتوع الثانوية العامة 500-600 ألف في 200 جنيه، يعني انت بتتكلم في كام؟ في مليار واتنين من عشرة. طب تخفضهم، هل 600 مليون جنيه يزعجوا الحكومة؟ أنا عارف 50 جنيه يزعجوا الحكومة، بس في موائمات سياسية، عندنا تضخم، عندنا تسريح يعني ناس بطالة، عندنا ناس تم تخفيض مرتباتهم، عندنا حاجات كتيرة. فأنا أتمنى من السيد رئيس الوزراء المحترم دكتور مصطفى مدبولي مراجعة هذه الرسوم الدراسية في الظروف اللي احنا فيها، والدولة بتحاول تخفف كثيرا، ياريت تكمل جميلها وتبحث عن تخفيض هذه الرسوم. ما قلتش إلغاءها، بس على الأقل ما ينفعش يا سيدي الأب ولي الأمر اللي عنده عائلين وتلاتة استثنيه، خليه يدفع رسم لابن واحد وهكذا. يعني أتمنى الصورة تكون وصلت لي يعني السادة المسؤولين. كلنا بنركب أسانسيرات، في النهاردة يعني تقرير منشور على موقع السفر
ابجريدد بوينتس، بيتكلم على الجراثيم اللي موجوده على زرار المصعد. الخبر قدام حضراتكم بيقول لك ازرار المصعد بتحتوي على جراثيم اكثر من الموجوده في قاعده المرحاض اللي احنا بنقعد عليه. بكم مره؟ 737 مره. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يعني معقوله هذا الكلام ده؟ هذا الكلام ده بيقول لك ان احنا مباشره كده ازرار المصعد تحتوي على ميكروبات 737 مره اكتر يعني من على قاعده التويلت او التواليت. طيب نعمل ايه واحنا معانا المعقم؟ بص وانا معاك اهو على الهوا معقم باستمرار، ده ما بقاش عيب، ده بقى معاك، ده البرفان بتاعك النهارده يعني اهم من اي حاجه لازم تبقى متحرك بيه. عقم ده النهارده لما انت تروح على ماكينه الاي تي ام لازم تعقم كل حاجه، لازم تعقم، لانك على بال ما تروح بيتك وتغسل ايدك ممكن ما يبقاش متاح الكلام. هطلع فاصل قصير وبعد الفاصل هكمل بقيه اخبار النهارده. بعض الناس يعني رددوا شائعة بأن الحكومة هتطرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين من الإيجار القديم. النهاردة المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بينفي هذا الخبر جملة وتفصيلا. المركز الإعلامي تواصل مع وزارة العدل، يا وزارة العدل في قانون بكده؟ فالحكومة بتعلن أن مشروع القانون اللي الحكومة وفقت عليه وبعتته للبرلمان يتعلق بحاجة واحدة، إخلاء الشخصيات أو الكيانات الاعتبارية من الأماكن اللي قاعدة فيها بإيجار قديم بعد 5 سنوات من الآن. يعني إيه الشخصيات الاعتبارية أو الكيانات الاعتبارية؟ يعني الشركات، مؤسسات، هيئات حكومية أو هيئات خاصة واخدة مقر إيجار قديم فات عليه 20-30 سنة، فالحكومة ومشروع القانون المقدم للبرلمان انكم هتمشوا تغادروا الواحد دي بعد 5 سنين، او المالك يحرر عقد جديد ايجاري بقى باي قيمة، وفي ال5 سنين دي المشروع القانون محدد القيم التصاعدية للايجار. لكن كل مواطن ساكن في سكن قديم، شخص يعني قاعد، هو قاعد امن مطمئن، لأن الجزء ده لم يتم مناقشته. المناقش هو الشركات، المؤسسات، أي حاجة اعتبارية. اعتبارية يعني مش شخص طبيعي واحد يعني. الوجبات السريعة، في وجبات سريعة جدا، الوجبات السريعة الجنك فود اللي هو الأكل السيء يعني، نهاردة في مجلات علمية دورية بتتكلم على خطورة وبتسمي الوجبات السريعة التبغ الجديد. تعرفين ان السجائر قاتله وبتسبب عشرات الامراض، النهارده الوجبات السريعه بيتحدثوا عنها بتسبب امراض كثيره جدا زي امراض القلب، السمنه، السكر، الضغط، وهلم جرم بقى وهلم جر. طيب المجله العلميه اللي نشرت الكلام ده بي ام جي جلوبال هيلث البريطانيه بتقول ان هذه الوجبات ينبغي أطعمة تؤدي إلى الوفاء. ينبغي تعمل إيه؟ ينبغي أن يتحط عليها ستيكرز كده، قصاصة ملزوقة، هذه الوجبة تسبب أمراض الكذا وكذا وكذا، ديك شرايين، أمراض القلب، أمراض الضغط، السمنة، السكر، الكلام. هل ممكن
الوجبات السريعه دي تمتلكها شركات انترناشونال. انتوا عارفين فروع وجبات محلات زي البيتزا والبرجر منتشره في كل انحاء العالم. هل هتكتب ده؟ وهل لما هتكتب الملصق ده على الوجبه هل ده هيخلي الشباب ما يقبلوش عليها؟ يعني لكن هو في الاخر تحذير، التحذير الاخطر من اللحوم المصنعه، اللانشون، البلوبيف، كل الحاجات اللي هي مش في صورتها الطبيعيه. هتيجي تقول لي ده انت لو جيت الثلاجه عندي هتلاقي كل الحاجات اللي بتقول عليها لحوم مصنعه، والعيال كل يوم عمالين يبعتوا يجيبوا وجبات ديليفري، وجبات سريعه. لكن في الاخر انا دوري كاعلامي ان انا اقول لك العالم بره بيتكلم في ايه. بيسموها التبغ الجديد، يعني امراض خطيره، يعني ربنا يشفي الجميع ويحافظه. على الاقل قلل منها، على الاقل التقليل، الحرص، لكن بلاش تبقى كل يوم يا اخي. والناس اللي شغاله في البنوك وقطاع الاتصالات كل يوم يبعتوا يلا شباب هنبعت نجيب منين النهارده برجر وكاتشب قد كده وبطاطس محمره. اتمنى تكون الرساله وصلت. نروح لوزير الكهرباء اللي بيعلن النهارده اسعار شحن السيارات الكهربائيه بدءا من يناير. الله، ده يناير خلاص قرب اهو، اول اسبوع الجاي ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. طيب، بيقول لك سعر الكيلو وات ساعه للسيارات الكهربائيه اللي هيجري شحنها من المنزل لو هتشحن من البيت هو نفس سعر الكيلو وات المنزلي. يعني لو جبت الفيشه بتاعت السياره الكهربائيه حطيتها في الكوبس وقعدت تشحن هي نفس فاتوره الكهرباء اللي بتجي لك. لكن لو رحت دلوقتي شحنت السياره الكهربائيه حتى 22 كيلو وات كيلو وات ساعه تيار متردد هيكون بتكلفه 169 قرش لكل كيلو وات. بالنسبه للاماكن اللي هتعفى فيها شركات الشحن من دفع مقابل استخدام المكان، لكن الناس اللي واخده شركات شحن في اماكن تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان هتحصل منك 186 قرش لكل كيلو وات ساعه. وانت شايف سيارات الكهربائيه دي خلاص هتغزو العالم، هي صيحه العصر بقى، مفيش بنزين ملوث للبيئه ولا كده. طبعا هي بتمشي بسرعات اقل، لكن هي ماشيه بالشكل ده. دقيقه بقى وهفصل. السياحه بتطلق حمله الكترونيه عالميه للمقصد المصري للشتاء 22، وبتقول لو سمحتم دي حمله للداخل ان اهالينا يروحوا الاقصر واسوان والغردقه والسياحه الداخليه ترجع تتنشط تاني. وعاملين ايضا للسياحه الخارجيه حمله. نتمنى ليكوا التوفيق. حلقتي انتهت النهارده من المصري افندي، اشوفكم على خير باذن الله تعالى. ان عشنا وكان لنا عمر باذن الله تعالى الاسبوع القادم. كل سنه وحضراتكم طيبين، بتمنى ليكم جميعا الصحه والسعاده والستر وراحه البال. سلام عليكم.